السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. إعلان اليوم في الحسين توب أب لتوفير، من المحلات الشهيرة بالدمام اللي تقدر توفر فيها كثير من المال، سواء في شراء الكماليات والمنظفات والألعاب وكثير من الأشياء اللي تحتاجها في المنزل. مسوين تخفيضات وعروضات بمناسبة العشر الأواخر من رمضان والاستعداد للعيد. بالنسبة للموقع على شارع الملك سعود، هذا شارع الملك سعود اللي عليه قطع غيار، وهذا تقاطع الأمير نايف، وبالزاوية مجمع الحياة بلازا وماكدونالدز، وهذا الحسين توب أب لتوفير، عندهم مواقف خلفية. طبعا الحسين توب أب عنده أقسام كثيرة، نبي نبدأ في أهم شيء في رمضان، قسم الأواني المنزلية، ترى كبير جدا، تحملونا في السنابات. ونبدأ بأقوى العروض، طقم ترامس 49 ريال. جايبينها الترامس هذه غريبة، فكرتها جميلة جدا. فكرتها ان لها غطائين، هذا الغطاء العادي وهذا الغطاء الضغاط، وعندهم عدة الوان. هذا سعره ب52 ريال، ومبغيت صغيرة حق القهيوة هذه 46 ريال. ونكمل مع الترامس، الطقم هذا والشكل هذا بالالوان المتعددة ب55 ريال، اما الموديل هذا كذلك طقم 49 ريال بعد بالتخفيض. وهذه صحون البايركس اللي تدخل الفرع، في منهم عدة موديلات وفي عدة مقاسات، في الصغيرة وفي الوسط وفي الكبيرة. هذا الشكل الكبير، الصغيرة ب10 ريال و95 هللة، الوسط 17 ريال، أما الكبيرة ب25 ريال. موديلات كثيرة، فرصة والله. وهذا عرض ثاني، صحون البايركس تجي 3 مقاسات، كبيرة ووسط وكبيرة، الطقم هذا ب29 ريال و95 هللة بعد الخصم، كان 35 ريال. ترى فيها خيارات متعددة وأشكال وموديلات، لكن أبعطيكم أبرز الحاجات. وهذه صواني حافظة طعام، تجيك بالشكل هذا مع غطاها، وتجي مع شنطتها، يا سلام. ومقاسات في مستطيل وفي دائري، صراحة فكرتها مرة جميلة، بدل ما تحطها في كيس ولا حاجة، هذه زينة حق الأسر، كل واحدة تعطي زوجها ورايح دوامه يفطر فيه. 29 ريال و95 هللة. محتار في هدية تقدمها، الطقم هذا 50 قطعة، نقشات مختلفة وألوان، وفي الذهبي وفي النقشات الفضية، هذا 99 ريال، أجمل هدية تقدمها صراحة. أما الأطقم هذه 36 قطعة، صراحة نقشات جميلة جدا جدا، شوفوا من فوق ما شاء الله، 36 قطعة ب69 ريال. ما شاء الله تبارك الله، هذا طقم 36 قطعة، هذا الشكل مثلج، يجيك بالجمال هذا، شوف ما شاء الله تبارك الله، سعره 99 ريال. وهذا الطقم من 9 قطع، سنستين 199 ريال، يجيكم في البوكس هذا. أما هذه القدور الجرانيت، صناعة تركية فاخرة، يجي منها 16 قطعة ويجي منها 19 قطعة، 16 قطعة ب259 ريال، أما 19 قطعة ب299 ريال، وفيه ألوان أو 4 ألوان تقريبا مختلفة، كل واحد يختار اللي يبغى. أما الطقم هذا 10 قطع ب169 ريال. وكل عام وأنتم بخير، جابوا العيد توب أب، هذه صحون تقديمات العيد، يجي فيها أشكال وأطقم موديلات، في 3 وفي 1، خيارات متعددة، بعطيكم الأسعار. الطقم هذا 3 حبات
عليه خصم أكثر من 70%. حاليا 49 ريال، تأخذ لك هذا وتعيد. أشكال تراها مختلفة ونكشات. وهذه تقديمات كريلك، قاعدة خشبية، شكلها حلو جدا، أسعارها مختلفة وأشكالها متعددة. هذه صينيات الحلا للعيد، أشكال مختلفة كريلك، سعرها 19 ريال. تعال ونقي اللي تبغاه. شوف هالطقم ما شاء الله تبارك الله، هذا حق الحفلات، كامل متكامل، كيكة مع صحونها مع الشياب، عليه خصم أكثر من 50%، سعرها الآن 45 ريال. هذا من أروع ما شفت صراحة. ونجي قسم المنظفات، هنا في توفير على كيف كيفك، كلينكسات، أوراق، بلاستيك، صحون، منظفات، أشياء كثيرة، قسم كبير ما شاء الله تبارك الله. نبي نعطيكم أفضل العروض، ونبدأ في العرض القوي هذا، مناديل سندريلا 250 منديل ب10.95 ريال، هللة، هذا عرض حلو. جل الملابس برسيل 4 لتر و800 ملي، الآن ب42 ريال، رواح متعددة. شامبو الملابس جسرين 5 لتر ب14 ريال و75، هللة. جل العملاق مطهر أرضيات 2 كيلو بعدة روائح، صناعة أردنية ب16 ريال و25، هللة. مطهر بخاخ ديتول ب10 ريال و95، هللة، 500 ملي. فيري 800 ملي الأصلي 9 ريال و95، هللة، هذا عرض حلو جدا جدا. مثل ما قلت لكم في خيارات متعددة في الحسين توب أب، هذا غسيل الصحون بريل، عبوتين، العبوة الواحدة 950 ملي، 17.5 ريال، هذا عرض حلو جدا جدا، تجي عبوتين. أما هذا منظف داستي مزيل شامل، كل شيء، مفارش، أفران، كنبات، مزيل لكل شيء، جميل جدا هذا، سعره ب16 ريال و95، هللة، هذا جميل حتى السيارات. ما زلنا في قسم منظفات، كل هذه صوابين، فعلا اللي بيوفر يجي ياخذ له من الكميات هذه، وأسعار حلوة فعلا بتأثر عليه في الصرف. عندنا غسيل الملابس موبي 25 كيلو، كم؟ ب108 ريال. تايد 9 كيلو سواء الغسالات التماتك او العادية ب63 ريال و95، هللة. اللي يروح سوبر ماركات الثانية ويروح هنا وهنا بيعرف انه هنا في فرق، 63 و95، هللة. ونبدأ بقسم الأجهزة الكهربائية في الحسين توب أب، ونبدأ في هذا العرض القوي، فرامة متعددة الاستخدام 169 ريال مع ملحقاتها، في ملحقات ستيل وفي كريلك، 169، هذه عرض حلو جدا. وشوفوا هذا العرض الجميل الحصري، مكنسة من ماركة كولين،
سعرها 199 ريال، مكنسة برميل 20 لتر جاف مع شفط مياه. صراحة هذه حلوة، أعجبتني، عليها ضمان سنتين. شوفوا العرض هذا، كاوية بخار بستاند 2000 واط، كان سعرها 199 ريال، حاليا 169 ريال. حلو هذا، جدا حلو، برضو من ماركة كولر. اما هذه قلاية الهوائية الصحية من السيف 6 لتر ديجيتال 1800 واط، سعرها السابق 299 ريال، حاليا 199 ريال، عليها خصم 100 ريال. اما هذه قلاية هوائية مع شواية برضو من سيف، عرضها حلو جدا، كانت ب 459 ريال والان 279 ريال. أما هذه المروحة العمود الآن ب 99 ريال. ننتقل لقسم الأثاث والملابس في الدور الثاني، كبير كبير ما شاء الله تبارك الله. نبدأ في قسم الأثاث، هذه طاولات خدمة ماليزي جودتها عالية، سعرها سابقا 279 ريال الآن فقط 219 ريال. أما هذه طاولات الشنطة كريلك تجي مع الحامل، هذا 4 طاولات سعرها 239 ريال بعد الخصم. شوفوا وحدة الأدراج هذه، دولاب بشكل رخامي، ثلاثة دروج مع الرف، حاليا ب 89 ريال، متعدد استخدامات، واحد استخدمها في أي مكان. حلوة. أما هذه طاولات بلازما حجمها كبير، سعرها الآن بعد التخفيض 179 ريال، ألوان وأشكال مختلفة. هذه الجزمات ألوان مختلفة، سعرها مرة جميل 99 ريال. من العروض الجميلة الطاولة هذه الرخامية من 4 أشخاص 699 ريال بعد التخفيض. هذا حلوة وحدة الأرفف هذه، تتصفط فيها كفرات، يا سلام. وهذه الطاولة الرخامية طاولة الطعام، سعرها سابقا ب 1495 ريال الآن ب 1095 ريال، طبعا 8 كراسي. وننتقل الآن إلى قسم الملابس بالدور الثاني، نشوف العروضات اللي عندهم. طبعا
طبعا قسم ملابس عندهم الأولادي والبناتي والأولاد، وأسعار حلوة جدا جدا، 22 19 18. مثل هذا البيجامة 29 ريال، تخامته حلوة ما شاء الله. هذه الفساتين البناتي موديلات في ألوان مختلفة. شو عطني الموديل هذا؟ الموديل الثاني؟ أول 89، الحين 69 ريال. 69. هذا برضه نفس الشيء. حلو. 69 ريال. اللي يجي الحسين توب اب لا يخلي قسم الملابس الداخلية، عندهم عروض. فنايل الأصيل جميع المقاسات ب9 ريال و95 هللة. السراويل القصيرة القطن والقماش ب9 ريال و95 هللة جميع المقاسات. فنايل داخلية قطن 3 حبات ب10 ريال و95 هللة. من قسم الملابس قسم الولادي، عندهم بدل من قطعتين تبدأ أسعارها من 35 إلى 55 ريال، في أشكال متعددة قطعتين. من قسم الرجالي هالتيشيرتات هذه مسوين عليها عرض 19 ريال و95 هللة، أشكال وألوان مختلفة. وهذه تشكيلة ثانية من التيشيرتات 9 ريال و75 هللة. وهذه بناطيل كتان رجالية 29 ريال. هذه الجزات خامتها حلوة، خامة تركية فيها ألوان مختلفة. هذا من الموديل يجيك من زم من تحت، سعرها 35 ريال. أنا في قسم السجاد والمفارش في حسين توب أب، عندهم هذا العرض الحلو، سجاد مترين في 3 ألوان مختلفة 199 ريال. طب وتخير من الألوان والموديلات، هذا عرض جميل 199 ريال. أما هذه السجادة للممرات 80 × 1.5 متر، كذلك تركية ألوانها مختلفة، تقدر تأخذ لك من الممرات هذه تأخذ لك من هذه نفس النقشة ونفس اللون. الآن قسم المفارش عندهم هنا عندهم أنواع وموديلات وعندهم عروض قوية جدا جدا. النفرين من هذا بكم؟ هذا ب99. 99 ريال نفر. النفرين ب99 والنفر ب79 ريال. 6 قطع النفرين والنفر 4 قطع. ما شاء الله تبارك، هذا عرض حلو جدا جدا. كانت هذه تغطيتي للحسين توب اب للتوفير. المعرض اكثر من رائع وفيه اقسام متعدده واسعار روعه. مع ارتفاع الاسعار مالك الا تجتهد وتدور المكان المناسب اللي تشتري منه. الحسين توب اب الدمام شارع الملك سعود، وهذا تقاطع الأمير نايف ومجمع الحياة بلازا، وهذا أوتومول، وهذا الحسين توب أب. وبحط لكم اللوكيشن، والله يوفقنا وياكم لكل خير. الحسين توب أب رائع.